ولنقاش ملف موجه الثوره التي تجتاح العراق والاضرابات والاحتجاجات الشعبيه المستمره، ينضم الينا عبر سكايب من امستردام الاعلامي العراقي مظفر الخميسي. اهلا بكم سيدي. مساء الخير، مساء الخير والبركه عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. أو اتشرف اكون عبر معكم. الهاتف ستكون معنا. أستاذ مظفر، في ظل الغضب الشعبي بمختلف الفئات الاجتماعية من مهندسين وبيطريين وأطباء ودعوات الثوار لتظاهرات كبيرة في كل العراق في 25 من تشرين الأول الجاري، ما حجم الاستجابة المتوقعة لهذه التظاهرات بما يحمله هذا اليوم من رمزية؟ أعتقد أنه الاستجابة ستكون كبيرة من الشعب العراقي. فئات كبيرة من الشعب العراقي تضررت، الضرر وقع على الكل جميعا، حتى الناس اللي كانوا متعاونين مع الحكومة ومستفادين من الحكومة وقع ضرر عليهم، الخريجين، الطلاب، الموظفين الصغار، أكو بعض فئة الموظفين الصغار اللي كانوا رواتبهم نوعا ما جيدة بدأوا بالتذمر والعمل ضد الوضع، لأنه الوضع كارثي اللي على انحدار فظيع صحيا وتعليميا وخدميا. أعتقد أني أن التظاهرات راح تبدي بشكل عفوي في البداية بسبب ظروف وباء كورونا، وأعتقد راح تتصاعد بصورة متسارعة، ويعتمد انتشارها وكثافة المشاركين بها على نوع القمع اللي راح تقوم به القوات الامنيه ضد المتظاهرين. خاصه ان العفو تفضل. تفضل تفضل. اي خاصه ان التوتر يعني بدا بشكل مبكر على شكل تهديدات تعرض لها المتظاهرين اللي نزلوا على الساحات يوم 1 تشرين استذكار الشراره الاولى لثوره تشرين المباركه، وبعدين امتلأت منصات تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي شروط ومطالب وتهديدات للناس وللمتظاهرين اللي يريدون يطلعون اللي هم يتحضرون الى يوم 25 تشرين الثاني. اعتقد اني راح تكون المشاركه كبيره وخروج الناس بصوره اكبر وصوره اوسع. على صعيد اخر، تحاول الحكومه التهدئه بحلول يراها مراقبون دعائيه بوعود التوظيف وغيرها من الوعود، ما مدى جديه الحكومه في ذلك؟ باعتقادي انه راح تكون وعود يعني كسابقاتها كاذبه وغلاميه لا تغني عن جوع، ولا لان مرافق الدوله بالاصل متخمه بالوظائف الزائده والبطاله المقنعه والتي تضخمت وازدادت بسبب نظام المحاصصه البغيض ومبدا ارضاء هذا الطرف وذاك الحزب وهذا السياسي وفلان وعلان باعطائهم وظائف لاتباعهم بغرض شراء سكوت الاخرين واشتراكهم بعمليه النهب والسرقه المنظمه لموارد الدوله. لذلك ما راح يكون مو صحيحه، يعني ما راح تكون صحيحه وعود الدوله بحل هذه المشكله. الدوله غير جاده بحل هذه المشكله، وانما بمبدا الهروب الى الامام، الهروب من المشاكل الى الامام، لانه ما عندهم حل، هم ما عندهم حل. هل تعتقد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العراق اليوم يمكن الكاظمي توفير وظائف للمتظاهرين الغاضبين؟ هي الدولة مفلسة والخزينة فارغة، يعني وزير الخارجية كان الأسبوع الماضي في زيارة إلى ألمانيا لطلب من الاتحاد الأوروبي وألمانيا مساعدتهم في إخراج العراق من قائمة الدول الأشد فسادا بالعالم، ووجود اسم العراق بهذه القائمة يمنع المؤسسات المانحة والدول المانحة يمنعهم من إقراض العراق. بعدين المصيبة أو المفارقة أن العراق رايح يتداين من الدول الأخرى، في حين اليوم تتوارد الأنباء عن موافقة الكاظمي على تسديد ديون الى ايران مبلغ 3 مليارات دولار. يعني شيء ما يشبه شيء، يعني ما اعتقد ان الدوله صادقه في وعودها، اضافه الى افتقار الدوله الى اساليب استيعاب الاف الخريجين وعدم وجود مرافق خدميه ومشاريع لاستيعابهم وعدم وجود وسائل لامتصاص طاقه هؤلاء الشباب الخريجين.
بالحديث عن الخريجين، أقرت وزارة العمل بوجود أكثر من 10,000 شخص يحملون شهادات عليا بين صفوف العاطلين عن العمل. ماذا بعد هذا الاعتراف بمثل هذا الرقم الكبير للمتخرجين العاطلين عن العمل؟ بصراحة أعتقد أن الرقم يعني رقم قليل، الرقم الحقيقي أكثر من وجود أكثر من 10,000، وهذا دلالة على تخبط واضح سياسة الدولة منذ الاحتلال الأمريكي وعدم وجود رؤية واضحة، بالرغم من وجود جيوش هائلة من المستشارين والخبراء واللجان الذين تعج بهم رئاسات الدولة ومرافقها. كل رئيس وزراء يجي يجيب جماعته ويجيب المريدين مالته ويعينهم بصفة مستشارين، تضخم بالمستشارين والخبراء اللي هم نفسهم عبء ثقيل على الدولة بفشلهم بالتخطيط السليم وإيجاد حلول يعني لهذه المشكلة، وأيضا نتيجة حتمية لسلوك الدولة اللي دأبت يعني من وجودها الأولي أنه فتحت فقط طريق القوات المسلحة والجيش للشباب الخريجين، ومما أدى إلى تضخم واسع في التشكيلات العسكرية، وهذه أيضا التشكيلات العسكرية وجودها يستنزف الدولة ويستنزف خزينتها. شكرا جزيلا لك الإعلامي العراقي مظفر الخميسي، حدثتنا عبر الهاتف من أمستردام.